سابت الفن علشان رجل أعمال وتجوزت مدحت صالح 4 شهور، وشجعت منى زكي على الأدوار الجريئة ورفضت تقدم مشاهد قبولات. صاحبة عمرها سرقت مجوهراتها ب5 مليون جنيه. 3 رجال في حياة شيرين سيف النصر وأسرار وفاتها في هدوء، وسبب بعدها عن التمثيل واختفائها عن الساحة الفنية. ومش هتصدق عملت إيه مع صاحبة عمرها لما سرقتها. تعالوا نعرف إيه قصتها. الساعات اللي فاتت خيمت حالة كبيرة من الحزن على كل رواد السوشيال ميديا، وده بعد انتشار خبر رحيل شقراء السينما الملقبة بالمصرية الأوروبية شيرين سيف النصر. وأعلن أخو شيرين وفاتها بشكل مفاجئ، وقال إنهم كمان دفنوها ومش هياخدوا العزاء، وده حسب وصيتها لأنها كانت عايزة ترحل في هدوء. ومن وقتها بدأ الجمهور يفتكر أعمال شيرين وإزاي اختفت من فترة، ويسألوا عن اللي حصل معاها وهي مين. اسمها بالكامل شيرين سيف النصر، اتولدت في الأردن سنة 1967 لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية. اتخرجت شيرين سنة 1991 من كلية الحقوق، وعاشت فترة طويلة في فرنسا، وهي هناك قابلت بالصدفة الفنان يوسف فرانسيس وقت ما كان بيشتغل في السفارة المصرية، ومن أول نظرة حبها جداً ورشحها لأول مرة في مسلسل 1000 ليلة وليلة سنة 1986، ودخلت شيرين مجال الفن من أوسع أبوابه، وقدمت 31 عمل ما بين أفلام ومسلسلات، ورغم أنهم قليلين جداً لكن نجحوا والناس حبتها. وشاركت شيرين مع أحمد زكي في بطولة فيلم سواء الهانم سنة 1994، وكان آخر ظهور ليها سنة 2007 في مسلسل أصعب قرار، وبعدها اختفت تماماً. وبما أننا بنتكلم عن أعمال شيرين، أكيد مش هننسى مسلسلها من الذي لا يحب فاطمة، واللي بيعتبر علامة فارقة في مشوارها الفني. وبعدت شيرين سيف النصر عن الفن نهائي من أكتر من 12 سنة، وخصوصاً بعد رحيل والدتها واللي كانت صاحبة كل كبيرة وصغيرة في حياتها، لدرجة أن والدة شيرين هي اللي كانت بتوافق على شغلها أو ترفض، وكمان تقعد تقرأ السيناريو. ولو بصينا على الحياة العاطفية للفنانة شيرين، هنلاقي أنها تجوزت 3 مرات ومعمرتش في ولا واحدة فيهم. المرة الأولى من رجل أعمال سعودي، وأول ما تجوزته بعدت عن الفن، وبعد ما اتطلقت رجعت تاني. أما بقى الجوازة التانية فكانت من المطرب مدحت صالح، وكانت تعتبر من أشهر الجوازات في الوسط الفني، والناس كلها بتتكلم عليها. ورغم كده اتطلقوا بعد مدة صغيرة جداً، وصلت 4 شهور، ورفضوا يقولوا إيه سبب الانفصال. وبعد ما اتطلقت شيرين بفترة، اتجوزت للمرة الثالثة سنة 2010، وده من جراح التجميل في المستشفى الألماني في الأسكندرية رائف الفقي، ولكن للأسف برضو ما كملتش كتير واتطلقوا. والغريبة أن في كل جوازات شيرين ما كانتش بتقعد كتير وتتطلق. من المواقف الصعبة اللي تعرضت ليها شيرين هي خيانة صاحبتها ليها وسرقة مجوهراتها اللي وصل سعرها وقتها 5 مليون جنيه. شيرين قالت انها كانت بتثق في صاحبتها جدا، لدرجة انها كانت بتدخل بيتها تاخد مجوهراتها وهدومها براحتها، وشيرين كانت معرفاها كلمة السر بتاعت الخزنة. واستغلت انشغال شيرين وسرقت منها المجوهرات، لكن اكتشفت شيرين السرقة وبلغت واتقبض على صاحبة عمرها، وشافت ان الفيلم مش جريء ولا حاجة، ومنى فنانة شاطرة، ورغم دعمها لمنى لكن قالت انها بترفض اي مشهد جريء. وبعد رحلة طويلة رحلت شيرين في صمت وسط حزن الجميع.